العاصفة، بينما المركز الرابع شورى وشواهين في المركز الرابع ايضا لهجن العاصفة. تحرك اللحظات، النهاية وخط النهاية هنا ينتظر القادمة من هذه البوارج التي تحمل شعار هجن العاصفة في نهاية هذا الشوط. اذا نرفع الثاني من خلال هذه الانطلاقة والناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع انطلاقة خط النهاية ومن حاف هي في المركز الاول. وشكرا قائد ايضا هذه المجموعة في هذا الشوط، واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدي الذي ينطلق من هذه اللحظة النهائية. وهنا خط النهاية ينتظر مياسة في المركز الاول، مركز ثاني من حاف والمركز اللحظة، ولكن القسطرة والصدارة والمركز الاول. يا سلام يا سلام يا سلام، قسطرة اذا تسجل ثاني نواميس هذا المساء، قسطرة ناجحة في هذا الشوط ما شاء الله. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير على هذه الانطلاقة، تهانينا لهذه الانطلاقة القوية ما شاء الله. اذا هنا خط النهاية ينتظر قسطرة العاصفة، تهانينا لهذه الامبراطورية المتميزة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا التفوق في هذا الشوط. وقسطرة ما شاء الله 5 كيلومترات قسطرت هذا الشوط، كانت ناجحة 100%. المركز الثاني فريد، والملام على هذا الأداء المتميز للفارس في هذا المساء في سن اللقاية. ها هو الفارس على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي مع الفارس على المقدمة. يا سلام على هذا الأداء، وبانت المنصة وبان خط النهاية والفارس على مقدمة هذا الشوط. سلام سلام عليك يا الفارس على هذا الأداء المتميز، تهانينا لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم على فوز الفارس بالمركز الأول. تهانينا أيضا للمضمر حمد بن علي العويسي المركز الثاني، شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. تألق راشد بن محمد بن مروشد يأتي على المركز الأول. هكذا مشان مشاهدينا الاعزاء هناك على المركز الاول، بينما المركز الثاني يحاول هجن العاصفة قادمة، هجن العاصفة يا سلام. الله مشوش واصل وشاهين مستمر في تقدمه، ولكن اللحظة الاخيرة اللحظة المثيرة. الله الله ومشوش انتزع المركز الاول، شوش على الناموس هنا في هذه الانطلاقة انتزع المركز الاول وصدارة هذا الشوط. نارينا الهجن العاصفة على الانتصار وتقدم مشوش في هذا اللقاء. المركز الثاني شاهين الراجل المكتوم بقيادة مضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، لكن برهان تبرهن انها هي الاجدر بهذا الشوط، وها هي برهان على مقدمة هذا الشوط. سلام سلام عليك يا هجن العاصفة على هذا الاداء المتميز في هذا المساء وفي كل مساء وفي كل زمان وفي كل احتفال وفي كل مهرجان. ها هي هجن العاصفة تشاهدونها بقيادة برهان، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز هجن العاصفة بهذا الشوط. وتهانينا ايضا مصحوبة الى المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدي الاجتبي اختيار في المركز الثاني. المركز الاول ومهابة على المركز الثاني يحمل ان شعار هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. اما المركز الثالث اللي فيه عنيدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن عبد الله بالطير العامري يقودها في التضمير. هذه الثلاثية الجميل اللي تقرب من خط النهاية، تقرب من المنصة ومن الوصول الى الفوز. وناموس بقيادة مهابة ونجدة، نجدة ومهابة العاصفة وهجنها في هذه الانطلاقات والتحديات. يا سلام ما شاء الله تبارك الله، هذه مهابة وهذه نجدة، نجدة ومهابة، مهابة على المركز الأول في هذه اللحظات، مهابة تنتزع ناموس هذا الشوط. نجدة في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. أخيرة اللحظة.
اللحظات الممتعة والمثيرة، ولكن شاهين مسيطر، لزيم يحاول اللحظة الأخيرة، لزيم وشاهين، ولكن لزيم الظاهر أن لزيم يتسلل، لزيم ملازم المركز الأول، ملازم المركز الأول وملازم الناموس يتسلل في هذا الموقع في هذه اللحظات من خلال هذه اللحظة إلى صدارة الشوط، إلى التحدي المثير والكبير. هنا لزيم من هجن العاصفة تسلل وسار إلى المركز الأول، شاهين واصل اسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، مسري بسالم بن عرطي الحميري. الله يا أبو حمد حرك حرك يا أبو حمد، واصل 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 المسير، ولزيم مسيطر، لزيم مسيطر اللحظات الأخيرة، هجن العاصفة هي إذن على المركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الإنجاز. المركز الثاني شاهين اسمه شاهين بن سعيد بن مكتوم، المكتوم محسن بن مبارك بن غويث، وشاهين من الجانب الآخر، شاهين المنطلق من ايضا هجن زحبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. وهنا هنا ياتينا فيها نديم، نديم على المركز الرابع من هجن العاصمة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، والتحديات التحديات والإثارة مشاهدين الكرام، ولكن الصدارة الصدارة هنا، الصدارة والتحدي ثلاثية ثلاثية، ولكن هنا هنا مدلل مدلل والناسف مدلل والناسف، ولكن هنا اللحظات الأخيرة مدلل هو صاحب الفوز وناموس التهاني اسمه شيخ أحمد بن سعيد المكتوم، المكتوم ولسيد بن مبارك بن غويث المركز الثاني. بالأمتار النهائية بدأت تباعد بدأت تباعد مياسة 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 على مقدمة هذا الشوط، وبهذا الشعار شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم، مسري بن سالم بالعرضي الحميري من عشق هذه السلالة، سلالة مياسة بتغنى بهذه السلالة، ها هي مياسة تفرض وجودها بكل قوة بمقدمة هذا الشوط وتنطلق بالصدارة. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم، والتهاني لمسري بن سالم بالعرض الحميري مع الأداء المتميز اللي قدمه تمياسه ولحظات وصولها الى خط نهاية بدون اي منافس. المركز الثاني سباي، ومع المركز الثالث تصل في قادمة بكل قوة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء المتميز، موقع والظبي الظبي وموقع، وارهني نشوة قادمة بكل قوة مع هذه التحديات المثيرة. يا سلام، تنطلق الظبي تنطلق الظبي بناموسي هذا الشوط، وارى التحديات من نشوة نشوة والظبي الظبي ونشوة، واللحظات الاخيرة التحدي الاخير. يا سلام، الظبي 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 على الصدارة، هي الأقرب هي الأقرب. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان مرايد المكتوم، والتهاني لعتيج بن سالم بالعرطي الحميري على فوز الظبي بالمركز الأول. المركز الثاني نشوة لسيدي صاحب السمو محمد بن سعيد بن مروشد، ولكن الصدارة الصدارة هنا والمقدمة والمركز الأول مع معطش على الصدارة، معطش على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وصدارة هذا الشوط. معطش هنا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن محمد بن حزيم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس تهانينا والناموس ولحظة الوصول إلى خط النهاية بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصل هنا في هذه لحظات شاهين مشق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثاني هي الانطلاقة، كادر فني مميز لقناد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بقيادة هنا أيضا حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة، الوصول من وضاح على ثاني المراكز أيضا من هجن العاطفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ولكن هنا قل تهانينا لهجن العاصفة ومالك سيدي شيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز قناد بالمركز الأول، وتهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ولحظة وصوله إلى خط النهاية بهذا الأداء الجميل. ها هي لحظة الوصول، المركز الثاني أتانا في هذه اللحظة، الطيارة الطيارة على المركز الأول، الطيارة على الصدارة، الطيارة بجدارة حتى هذه اللحظات، غاية في المركز الثاني، غاية 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 على ثاني المراكز، غاية من هجن العاصفة، الطيارة وغاية غاية والطيارة
والأمتار الأخيرة خلاص، اللحظات الأخيرة بدأت غاية، بدأت غاية، تحقق الغاية، تحقق الناموس والفوز وتنتزع المركز الأول بشعار هجن العاصفة مع العاصفة وهجنها في هذا الاندفاع. تهانينا وناموس من هذه اللحظات على فوز غاية لهجن العاصفة على هذا الفوز. تحيتنا للواثق وتهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما الطيارة في المركز الثاني لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث تغادر بناموس هذا الشوط وبقيادة مسري بن سالم بن عرطي الحميري، ولكن المحاولات أيضا المستميتة من محاولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم وبقيادة عتيج بن سالم بن عرضي الحميري. وأرهني نشوة مع المركز الثالث لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري، ولكن العين تنطلق بالصدارة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، والتهاني لمسري بن سالم بالعرض الحميري، محاولة تصل مع المركز الثاني لسمو الشيخ